بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية تحدثنا في ربع العادات عن آداب الطعام والضيافة من كتاب المهذب من إحياء علوم الدين، ونتابع في هذا الأمر من كتاب المهذب في ربع العادات آداب النكاح. الباب الأول: الترغيب في النكاح. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. وهذا أمر، وقد منع الإسلام العضل، وهو الحبس من الزواج أو المنع، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وقد مدح الله أولياءه بسؤال الذرية الطيبة حين قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، دعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فقد رغب عني. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم ينقطع إلا ثلاث، وعد منها ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ولا يتوصل إلى هذا إلا بنكاح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور. للنكاح فوائد: الفائدة الأولى إنجاب الولد وهو الأصل. الفائدة الثانية: التحصن وغض البصر وحفظ الفرج. الفائدة الثالثة: ترويح النفس وإيناس النفس بالمجالسة والملاعبة إراحة للقلب. الفائدة الرابعة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل، فلو تكفل بجميع أشغال المنزل لضاع أكثر وقته ولم يتفرغ للعلم والعمل. الفائدة الخامسة: مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والصبر على أخلاقهن وإصلاحهن والاجتهاد في كسب الحلال من أجلهن. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنفقه الرجل على أهله فهو صدقة، وإن الرجل ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى فيه امرأته. متفق عليه. وله بالمقابل آفات: أولا، العجز عن طلب الحلال، فذلك لا يتيسر لكل واحد. ثانيا، القصور عن القيام بحقهن والصبر على أخلاقهن. ثالثا، أن يكون الأهل والولد شاغلا له عن الله وجاذبا إلى طلب الدنيا. الباب الثاني: مراعاة شروط العقد وأحوال المرأة. العقد وآدابه: أركان العقد وشروطه لينعقد ويفيد الحل. أركان العقد إذن أربعة: إذن الولي وإلا فالسلطان. ثانيا، رضا المرأة. ثالثا، حضور شاهدين عدلين. رابعا، إيجاب وقبول متصل به بلفظ تزويج أو النكاح أو ما في معناهما. أما آداب العقد: تقديم الخطبة مع الولي، ونهى الإسلام عن الخطبة على الخطبة. ثانيا، الخطبة قبل النكاح. ثالثا، يستحب النظر إلى المخطوبة قبل النكاح. رابعا، إحضار عدد من أهل الصلاح في العقد زيادة على الشاهدين. مراعاة أحوال المرأة المطيبة للعيش. فالأصل إذن أن تكون الحياة الزوجية السعيدة وليس النكد، فهناك إذن أحوال للمرأة مطيبة للعيش. أولا، أن تكون صالحة ذات دين. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ثانيا، حسن الخلق. ثالثا، حسن الوجه ليحصل به التحصن. قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. رواه النسائي. رابعا، خفة المهر، وقد نهى الإسلام عن المغالاة في المهور. خامسا، أن تكون ولودا. سادسا، أن تكون بكرا. سابعا، أن لا تكون من القرابة القريبة. الباب الثالث: آداب المعاشرة فيما يكون على الزوج أو الزوجة. أولا، فيما يكون على الزوج: أولا، الوليمة، وهي مستحبة
وتستحب التهنئة أيضا، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أبو داود والترمذي، ويستحب إظهار النكاح. ثانيا، حسن الخلق معهن، وعاشروهن بالمعروف، وقد عظم الإسلام حقهن، قال تعالى: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ويحتمل الأذى منهن ويحلم عند غضبها وطيشها. ثالثا، أن يزيد على احتمال الأذى المداعبة والمزاح والملاعبة، فهي تطيب قلوب النساء، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، رواه الترمذي والنسائي. الأدب الرابع، أن لا يتبسط في الدعابة والموافقة اتباع هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط هيبته، بل يكون معتدلا. الأدب الخامس، الاعتدال في الغيرة، ولا يبالغ بإساءة الظن، قال صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. الأدب السادس، الاعتدال في الإنفاق، فلا يقتر ولا يسرف، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويراعي في ذلك الحلال. الأدب السابع، أن يتعلم أحكام الحيض والنفاس ويعلم زوجته أحكام الصلاة أيضا، قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأدب الثامن، إذا كان له عدد من النسوة أن يعدل بينهن، والعدل في العطاء والمبيت. الأدب التاسع في النشوز، إذا وقع بينهما خصام ولم يلتئم الأمر فعليهما إذن أن يحكما شخصين ليصلحا بينهما، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. عاشرا، يتعلق ذلك في آداب الجماع، يبدأ بسم الله ويدعو: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، متفق عليه. وليغطي نفسه وأهله بثوب، ويقدم التلطف بالكلام وغيره. الحادي عشر، وهذا ما يتعلق به الولادة، وهي خمسة: ألا يكثر فرحه بالذكر ويحزن بالأنثى، فلا يدري أيهما خير، فكم من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له ويتمنى أن تكون بنتا. أن يؤذن في إذن المولود والختان في اليوم السابع. أن يسميه اسما حسنا، فذلك حق للولد، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم. العقيقة للذكر شاتين والأنثى شات. أن يحنكه بتمر أو حلو. الأدب الثاني عشر في الطلاق، وهو مباح ولكنه أبغض المباحات، مباح إذا لم يكن فيه إيذاء وظلم بالباطل. وإذا كان الأذى من الزوج لها الحق في أن تفتدي ببذل مال، وإذا طلبت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، رواه أبو داود والترمذي. وليراعي الزوج في الطلاق أربعة أمور: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه حتى لا تطول العدة، أن يقتصر على طلقة واحدة من أجل الرجعة فقد يندم ويراجعها في العدة، وإذا راجعها بعد انتهاء العدة يجدد عقد النكاح، أن لا يفشي سرها لا في الطلاق ولا النكاح. القسم الثاني، حقوق الزوج على زوجته: الطاعة في غير معصية، والستر، والصيانة، وترك المطالبة بما وراء الحاجة. ومن الواجبات عليها أن لا تفرط في ماله بل تحفظه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، لا تخرج إذن من بيته إلا بإذنه، وأن لا تتفاخر على زوجها بجمالها ولا تزدريه لقبحه. أما آخر ما يتعلق بهذا الباب، حكم العزل: من الآداب أن لا يعزل، فما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة، متفق عليه. اختلف العلماء في إباحة العزل وكراهيته، من مبيح مطلقا ومحرم بكل حال، ومن قائل: من يحل برضاها ولا يحل دون رضاها.
مرة ثانية ندعو بدعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله التوفيق في كل عمل نقوم به ونجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.